وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامي من السودان يسأل، يقول: ما هو عمر الأضحية بالنسبة للضأن والبقر؟ الضأن 6 أشهر والبقر 2 سنة وتكون داخلة في السنة الثالثة، والإبل 5 سنين والمعز 1 سنة، وأن تكون صفاتها ألا تكون عجفاء ولا عضباء ولا عرجاء ولا عمياء ولا هزيلة لا تنقي. قال الله عز وجل: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكان السلف لا يماكسون، يعني لا يتكلمون في أسعار 3: في الكراء لمكة، وفي الهدي والأضاحي، وفي عتق الرقاب. اللهم يسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها واشفها وأخي وجميع مرضى المسلمين. تم تحرير صوتين في ظهيرتي يوم الثلاثاء، الاثنين خلونا من ذي الحجة الحرام لعام 44 و400 من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.